عملنا على هذه الاستراتيجية بإيجاد منتجات تتراوح أسعارها بين 250 ألف و 700 ألف ريال. سنقدم إن شاء الله 120 ألف منتج بهذه الأسعار، ونعتقد هي يعني قطرة في بحر كبير إن شاء الله من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين والمستثمرين أن نحقق هذا الحلم. نهدف خلال الخمس سنوات القادمة إلى مضاعفة قيمة التمويل العقاري في المملكة في حدود الآن 280، إن شاء الله إلى أن نصل 550 مليار. أنا أعتقد المؤسسات المالية الآن جاهزة، تنتظر فقط المنتج المناسب في القدرة الشرائية. إذا تحقق هذا الجانب وتحقق هذا الجانب، إن شاء الله سنحقق ما نصبو إليه في يعني حل حلم الكثير من الناس بتملك المنزل إن شاء الله المناسب.